هي بتسهر بقى جد حبة الغلة كده سقف الحلق بتاع العيل. وبعدين لما لقيتها بتحط الخشبة في حنك وبين سنان وبعضها قلت لها لا وريها لي وانا اعمل له الدكتور ما بيعرفها تجيبه بقى صبع من مية الليمون وادعك بسقف حلق على الصبع من الليمون والعكس ثلاث مرات على ثلاث ايام برضه. هو دي بتبقى فيروسات عامله التهابات في سقف الحلق واستخدامها للعصير الليمون مقبول. انما هي ربطتها مع قيء واسهال. وده انا اشك انه يعني الفيروس ده زي ما اتفقنا حياته من ثلاث الى خمس ايام. هي هنا موتته. فالشوية اللي موجودين في الأمعاء اللي هم عاملين القيء والإسهال هيروحوا لوحدهم. بس الحقيقة أنا ما يصحش أكتفي بكده. يعني مدام أنا ضيعت الأصل اللي هو الفيروس اللي موجود في البق مفروض أن أنا على الأقل أعالج الإسهال بأبسط حاجة اللي هو محلول معالجة الجفاف. يعني مش عايزين دواء. محلول معالجة الجفاف موجود في الأجزخانة الأكياس معبي الكيس على كوبايه 200 سنتي ميه والطفل بيشربه وياخد كيس 2 3 قد ما هو بيخسر. ما هي الفيروس قاعد في الشعيره اللي هي بتقول عليها دي فهي بتفقعها هي فتحتها وموتت كل اللي موجود فما بقاش في جديد. يعني الجسم فقد الفيروس فقد البيت اللي هو قاعد فيه خلاص. لا ما هيش صحيه طبعا. اقول هي استدي انا مش ضامن انها غسلت ايدها. ثانيا هي بتقول انها راحت شافت الست وتعلمت منها. طب هي علمتها صح ولا قالت لها اي كلام؟ الله اعلم. يعني انما الـ يعني الطب الشعبي ما هوش مش سيء زي ما احنا متصورين لانه في كلام كتير صح. يعني